عندي سبيكة من ذهب منقوش عليها تمثال، ولكنه ليس كاملا، إنما هو منقوش إلى نصفه، وأنا محتارة في لبسه في لبسها. وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كان هذا التمثال الموجود بعضه على الحلي، إن كان الموجود الرأس والوجه فإن هذا حرام، لأنه صورة، لأن صورة الوجه. أما إذا كان هذا ليس فيه رأس فإنه لا يعتبر صورة، إذا أزيل الرأس فإنه لا يعتبر صورة، فيكون مطموسا، يباح استعمال ما هو عليه. نعم.